السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتوا؟ تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بصحاب الديكور والتاويل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذا البلاطو اللي جا على هذا الشكل وجا راقي وجميل وعطى واحد الشكل جديد بهذا درته بهذه الطريقه هذه. الى عجبكم يلا معايا ان شاء الله نشوفوا كيفاش درنا لهذا البلاطو. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو جوج مرايات على هذا الشكل. المرايه وحده هكا مربعه اللي غادي ناخذ القياس ديالها اللي غادي تكون القياس ديالها 28 سنتيمتر، والاخرى صغر منها اللي غتكون الحجم ديالها صغير. وانا خديت الحجم الاخر اللي شفتو فيه ديك الشكل الهندسي معوج، وانتم تقدروا تستعملوا مرايه مربعه حتى هي ولكن تكون صغيره على هذيك اللي ديال 28 سنتيمتر. اذا غادي نبدا هنايا. غادي ناخذ ستراس اللي غادي نزين به هذه المرايه هذه. غادي ناخذ شريطه، غادي نقطع شريطه وغادي نزين بها الجوانب المربعه. وهنايا غادي نلصق الستراس. غادي ناخذ الجانب ديال المراه هذا الحريف هذا، غادي ندير له ديك اللصق ديال لوتوب ديال الغراء وغادي نلصق. شوفوا الطريقه باش غادي نلصق بها ديك الستراس، غادي نلصقو على الجانب غادي يجي باين من التحت. هانتوما شفتوا الشكل كيفاش لصقتو. اذا غادي يكون من الجانب الخارج من التحتاني غادي يكون مدلي، ما غيكونش لاصق من الفوق. هنايا هادو غطايات ديال قرعات ديال البلاستيك اللي سبق لي واستعملتهم كرجيلات لواحد العلبه ديال لي زاكسيسوار، كنت غلفتها بالالومنيوم. هنا صبغتهم، هانتوما شفتوا اللون كاين الاحمر وكاين الاسود، انا صبغته باللون الفضي باش نديرهم رجيلات. وجاو غادي يجيو الشكل جميل وراقي حتى هما. اذا غادي ندير الغراء هذا ديال البلاستيك ديال التوب، ومن بعد غادي نكمل ديال الشمع ونلصقهم. وفي الاخير هانتوما شفتوا الشكل ديالو كي جا، جاو رجيلات فريمون رجيلات، جاو زوينين. نقدروا دائما نستغناو على حاجه نشريوها، نقدروا نديروا دي بوشون اللي تنقدروا نجبروهم عندنا غير ما تنتبهوا لهمش. اذا هنايا غادي نستعمر اللي غادي ناخذ الوسط ديال هاد المراه باش غادي نلصق فيها القاعده ديال المرايه اللي غادي تكون من الفوق. هادو اللي معروفين ديال لي ترانغل اللي تنحتاجوهم للريدويات، تنعلقو فيهم الريدويات، خديتهم انا وصبغتهم باللون الفضي وغادي نلصقها في الوسط. دابا خديت هاد المرايا اللي غادي نحتاج، غادي نديرها هي الفوقانيه. الشكل ديالها انتم شفتو معوج، وانتم تقدروا كما قلت لكم تقدروا تاخذوها مربعه غتكون صغيره. اذا غادي ناخذ المراه وغادي ناخذ لها القياس ديالها. انا ديك التحتاني ديال الاسود اللي غادي يكون عاطي الغفلي لتحت المرايه التحتانيه، ما غادي يجي الاسود، ما تيعجبنيش ديك اللون الاسود. اذا انا بغيت نغلفها بهذا الورق اللاصق اللي فيه هاد لابريونس، فيه هاد اللمعان هذا، باش ملي تكون الفوقانيه الفوق تتكون عاطيه الغفله التحتانيه حتى هي تتعطي هاد اللمعان. اذا غادي نغلفها وغادي نقطع على هاد الطريقه، وانتم تقدروا الا ما عندكمش تقدروا تستغناو على هاد الطريقه هذه، غير انا بغيت ديك الغفله تيعطي في ديك المرايه. اذا غادي نكمل على هاد الطريقه.
وهنا بالنسبه عاوتاني غادي ندير لهاد المرايه الفوقانيه، غادي ندير لها نفس الشيء، غادي نقطع شريطه وندير لها نفس الطريقه اللي درت بها المرايه التحتانيه. وهادي هاد حامل المرايه الفوقانيه راه غادي ندير له توسط خاص باش ندرق ديك المناقي ديالهم وغنزينهم على هاد الطريقه. وانتم تتشوفوا الشكل، ملي لصقت هذيك المرايه من الفوق جا الشكل الجميل ديالها، جا على هذا الشكل هذا، جا عوج، ما درتوش مربع فوق مربع، درت مختلف شويه. هنايا غادي نحاول نلصق عاوتاني ديك القطع ديال السطخاس من الفوق. غادي نكملهم المرايه الفوقانيه والمرايه التحتانيه بنفس الطريقه وبنفس الغراء. وبالنسبه للجدادات اللي عاد اول مره تيشوفوا هذه القناه ديالي، راني درت بالنسبه لهاد اللوازم ديال الديكور اللي تنستعملو انا في الفيديوهات ديالي، راني درت فيديو خاص بهاد اللوازم الخاصه بالاعمال اليدويه اللي بغات ترجع تشوفو، وراني درت فيه بالتفصيل، تكلمت عليه على كلش على الاشياء اللي تنستعمل. وفي الاخير عاوتاني غادي نزين بهاد الصداف، هاد لي بوطون هادو نتاع الملابس، زراير نتاع الملابس اللي تنزوق بهم دابا، وليت بحال الاحجار، غادي نديرهم كقطع ديال الاحجار اللي تنزين به. درتهم في القناه هكا في الجوانب، هكا الفوق والتحت، بس زينت بهم هاد الشكل هذا. وهكا غادي تكون هاد الزين هذا الاخر اللي صوبت لهاد ديال هاد البلاطو هذا ديال هذا، كما شفتوه زينتو على هاد الطريقه. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البلاطو هذا، اللي جا راقي وجميل، وجا عطي ديك الغفله من التحت ديال ديك الورق اللاصق اللي عطيته هو في المرايه، ملي تكون منزله هكا منزله تتكون عطي ديك ديك الشكيل هكا. ونقدروا نقدموا فيها يا اما نخليوها للديكور، يا اما نقدروا نقدموا فيها الحلويات، ونقدروا نمسحوها من بعد ملي نقدموا فيها الحلويات، ماشي لابد بحال هاد البلاطو ماشي لابد نغسلوهم. تنتمنى ان هاد الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ورقكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا الاشتراك بحال دائما الغزالات ما تتنساونيش. وبالنسبه للجدادات التي عجبهم هاد الديكور وعجبتهم القناه، ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. تنقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.